على مستوى ولاية قسنطينة تم فتح 9 أسواق إلى يومنا هذا، تضم مختلف الفاعلين في مجال توفير المواد الواسعة الاستهلاك، أخص بالذكر المنتجين أو ممثلي هؤلاء المنتجين المتواجدين بالولاية الذي يتعدى عددهم 40 منتجا للمواد واسعة الاستهلاك. السنة في رمضان درنا مبادرة ودرنا تخفيضات في الأسعار كامل، يعني الأسعار تكون منخفضة بزاف على برا، على السوبيرات برا ب 2000-3000 فرنك بمناسبة الشهر الكريم في رمضان. بما يخص السعر، يعني تاع هذا المبادره اللي دارتها البلديه عين سمره، راهي مبادره طيبه، وسوق يعني تاع رمضان يحب هذا يكون هذا السوق يعني في سير الايام موجود. الاسعار هنا راهم يعني بارابور لبرا راهم هنا عندهم افضليه.